في سابقة من نوعها بالمنطقة، مجلس جهة فاس مكناس ولأول مرة يتمكن من بلوغ هدف تنظيم أكبر معرض جهوي للاقتصادية التضامنية والاجتماعية، يضم أروقة لعرض منتوجات تعاونية جهة فاس مكناس وفضاءات للاستشارة والتكوين وأروقة للعرض المؤسساتي والخدمات، بالإضافة إلى فضاءات للمواكبة والتتبع المقاولاتي. التظاهرة الجهوية والتي تأتي هذه السنة في نسختها الأولى لم تسلم قبل افتتاحها الرسمي يوم غد الجمعة من سهام النقد والكشف المبكر عن الأخطاء، أخطاء أكيد لن تنقص من حجم المجهود الجبار الذي بذل لإنجاح هذه التجربة الفتية الرائدة على صعيد الجهة، كما أنها أخطاء لا تشكل عائقا أيضا لاستشراف دورات مقبلة ربما ستكون أكثر تميزا، خصوصا وأن الدورة الحالية وإن كان ضيق الوقت لم يسعفها كي تكون في أبهى حلة، إلا أنها استطاعت أن تخلق المفاجأة أداء وتنظيما وعرضا في ظرف زمني قياسي سيجعل من فاس ابتداء من اليوم إلى غاية الثاني من الشهر المقبل محجا ومزارا لكل المهتمين بقطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي. فمرحبا بالجميع بفضاء المعرض المقابل للمركب الرياضي طريق صفرو. السادة الكرام، لنقطة طعام جهة فاس مكناس.